بالقرب من المنزل زرعت الميليشيا نغما وخطفت قدم خولة محمد. دفعت الطفلة اليافعة جزءا عزيزا من جسدها أثناء محاولة الميليشيا اقتحام قرية القوز بمديرية جبل حبشي. الساعة 4:30 هجموا على القرية كامل، هجموا على القرية كامل ولا محاذري، ونحن في بالقرية الله ثلاثة شيبة وحري، وصلوا دقوا الباب على البنات والبنات صاحن، وانا كمان خرجت وهذول البنات خرجين، البنات يمشي صاحن، قالوا يلا خرجوا نفتش، يا اضبطوا الابواب دقوا الابواب. نحن لقطنا انفسنا هربنا، نحن وجهالي هربنا لقرية ثانية. فكرنا الصباح البنات في ريحان ندلهم ملابس. فرحت عندي واحد من القرية، سرحنا المرة الأولى ما في شيء، بعدين رجعت مرة ثانية مع الجيران عندي لباسات، وبعدين لقيتهم، لقيت اثنين الغام رويتهم وقفتش عليهم، وبعدين دعست الغام خلف انكرا ونيت مشيت ودعسته، وبعدين ما قوبش علي الغام لأن حوثي نمو حوثي في صغيره، معي قرطس دعاية بوعية وشاء الله كان يقول حلاوة حلاوة حلاوة. تدور تفاصيل الحادثة على هذا النحو. بعد تهجير الكثير من الأسر من القرية عادت خولة إلى المنزل لأخذ بعض أغراضها، وهو ما وجدت فيه الميليشيا فرصة للإيقاع بها بحسب رواية الجدة التي حاولت إسعافها. نزحوا بعد ردة تنديلة واعي ملابس، الملابس دعيس اللغم هن خمس هذاك خلفن، وهي دعيس اللغم لحم طير به، بعد كان معي قليلة واعي بسكوت من دري معهم الرجال قشلوه وهي بالغرغرة غرغرة الموت. بعد قالوا من نشتي روح من نشتي روح، قلت لها نشتي روحني رحناني واختي نقضني وحملني، وهم كانوا حلاوة 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 حلاوة. بعد عملوا لها بعد عقازي ما تعملي هذا كمان لغومة دقاهيك، قلت له أين من مكان قال دقاهيك. واحدة من مئات الضحايا الذين استهدفتهم ألغام الميليشيا، ستظل خولة شاهدة على مشروع جماعة الحوثي الإجرامي، وكلما اتسع انعدمت معه مشاعر الإنسانية، مسجلا أعلى نسبة ضحايا ألغام في هذه المدينة. بقدم واحدة ترقد خولة في هذا المشفى وتستذكر كيف أخذت الميليشيات قدمها الأخرى، وبين هذا وذلك تنتظر كيف ستتغلب على حالتها الصحية الصعبة. يحدوها أمل كبير برحيل هذه الجماعة المتوحشة عن قريتها. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.